نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. رجعنا معكم مستمعينا الكرام ودائما برنامجكم مباشرة من مارس دائما على الإطار الوطني الشاب المهدي مراني علوي كذلك مع رياض غازي. تابعنا معكم المباريات ديال القسم الوطني هواة استاذ المواجهات اللي نعاودو نذكركم بالنتائج ديالها. فريق هلال الراس كيتعادل مع فريق بلدية ورزازات بزيرو زيرو. الراشد البرنوسي كينهزم في تيرانو امام فريق شباب الريف الحسيني بجوج لزيرو. وداد القعصرة غنا كيتعادل امام فريق مولودية الداخلة بواحد لواحد. اتحاد سيدي قاسم كيفوز على النادي المكناسي بجوج لزيرو. فريق اولمبيك اليوسفية كيفوز على فريق جمعية المنصورية 3-1. وشباب المسيرة كينتصر على فريق اتحاد تمارا بجوج لزيرو. غدا في الساعة الرابعة شباب مريد كيستقبل المتصدر الاتحاد الاسلامي الوجدي. وفتح الناظور يستقبل فريق شباب تادلة. جوج المباريات في حالة تحقيق يعني الاتحاد الاسلامي الوجدي وفتح الناظور الانتصار فغادي يبعدوا في الصدارة. نتائج أخرى ممكن أن نطرد لنا الإثارة والتشويق في القسم الوطني هواة ليوصل للجولة ديالو 20. في المباريات الدولية نذكركم بالتألق من جديد ديال اللاعب المغربي أشرف حكيمي لمركز الثاني ديال فريق انتر ميلان اللي حقق انتصار اللي قربوا بنسبة كبيرة. يعني انتظروا غير النتائج ديال باقي الفرق واش غيتوج فريق انتر باللقب خلال هاد الجولة. الدوري الانجليزي المباريات الاتحادات ديال الجولة 34 فريق كريستال بالاس كينهزم امام مانشستر سيتي بجوج لزيرو. تألق سيرخيو اغويرو وفيران توريس اللي ماركاو الاهداف لفريق السيتيزنز. برايتون كينتصر على ليدز يونايتد بجوج لزيرو. تشيلسي متقدم على فريق فولهام بنتيجة جوج لزيرو. اهداف اللي ماركاها كاي هافرت ماركة ثنائية هذا المواجهة اللي نشوفوا حكيم زياش نتأكد واش حاضر ولا لا. بالفعل كان حاضر وخرج في الدقيقة 66. باقي المباريات ديال هذا الجولة الجولة 34 ديال الدوري الإنجليزي. فكما قلت ايفرتون هو اللي بقى اليوم غيواجه فريق استون فيلا الماتش اللي غيعطى في الساعة 7. الدوري الاسباني مباريات الجولة 34 فريق ايبار كينتصر على ديبورتيفو الافيس ب 3-0. تشيلسي كينهزم امام اتلتيكو دي مدريد ب 1-0. النتيجة اللي كان ممكن تغير في الدقيقة 91 بعد ما ماركا ماركوس يوريتي في الدقيقة 24 يجيب بينالتي لتشيلسي في الدقيقة 91 كيضيعوا هذا البينالتي اللي ضاع. ممكن انه هو يعطي اللقب لفريق اتلتيكو دي مدريد في الجولات القادمه. ويسكا متعادل مع الريال سوسيداد ب 0-0. الريال مدريد الساعه 7 يستقبل فريق اوساسونا. الدوري الايطالي فريق ايلاس فيرونا كيتعادل مع سبيزيا ب 1-1. هذا الجوله اللي هي الجوله 34 كوردوري نهزم مع الانتر 0-0. وفريق اسي ميلان كيواجه فريق بينيفينتو في الساعه 46 دقيقه. الدوري الفرنسي انتصار مهم لفريق باريس سان جيرمان على حساب فريق لانس بنتيجه 2-1. اهداف نيمار في الدقيقه 33 وماركي في الدقيقه 59. اللاعب ايغناتيوس كيماركي ضد لانس في الدقيقه 61. الدوري الهولندي راكي سالميرو فاز على فيرلوف 4-0. فورتونا سيتارد كيفوز على تفيرتي اشخيدا بجوج لزيرو. فالبيك كيتعادل مع متعادل حتى دابا مع ازيد الكمار ب 0-0. انتصار مهم متعادل مع بيكس هول ب 0-0. واوتريخت غادي يفاجئ في الساعه 7 فريق فيلم. نرجعوا عند الضيوف اللي معنا في البلاطو مهدي مراني علوي وكذلك رياض غازي باش نتكلموا على البطوله الاحترافيه. باقي لنا مباراه ما تكلمناش عليها اليوم هي مباراه فريق يوسفيه برشيد وفريق الدفاع الحسني الجديدي. يوسفية برشيد رجع بانتصار مهم من ميدان فريق شباب المحمدية. انتصار اللي خلاه في رتبة التاسعة برصيد
16 نقطة، في حين فريق الدفاع الحسني الجديدي الرتبة الأخيرة مناصفة مع نهضة السمامرة وسارح واتزم بنتيجة أو عفوا برصيد 11 نقطة. الفريق الجديدي في الجولة الماضية تعادل مع فريق المغرب الليلي الفاسي عفوا مع نهضة بركان بنتيجة 0 أو خسر مع بركان 0-0. الفريق الجديدي ما خلاش مع بركان خسر 2-0 Non, 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 non